الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد ابن عبد الله النبي الأمين. أما بعد يا أحباب، نقدم لكم استراتيجية الأكواب الورقية ودرس الجمل والسيارة. من لم يشارك في الاستراتيجية الماضية تفضل عبد الرحمن ومشعل. تعال يا مشعل. خلاص الآن طالب انظر إلي. أقول انظر إلي ولا أحد ينظر إلي. طالب سأطلب منه يقرأ كلمته، من تكون معه النجمة سيأخذ جائزتين، يكون سعيد الحظ. في هذه الأكواب كوب داخله نجمة، إذا حصلت على النجمة وقرأت الكلمة ستأخذ جائزتين. نبدأ بعبد الرحمن، هل معك النجمة؟ توجه إلى صندوق الجوائز أو خذ بطاطس. فهد، هل معك النجمة؟ تفضل. السيارة. عبد العزيز، لا ليس معي. طيب ما الكلمة؟ أشكال. تفضل. الناس. تفضل. النجمة. الله، مشعل أرني النجمة يا مشعل، أرني النجمة. لا اقرأ كلماتك. الجمل. توجه إلى الصندوق. ماجد، أري. لا، هذه ليست حزينة، اقرأها جيدا. حزني. تفضل. أشكركم. لا، نكتفي لأن الجرس قد ضرب والفسحة قد جاءت. نكتفي بهذا القدر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.